من أصدقائي في فيديو جديد يضمن تغطية أي فوتبول. هذه المرة بأخبار جديدة ورسمية، بحيث سنعرض لكم جميع الأخبار في بطاقات التي سوف تنزل والحزم التي ستنزل والبطاقات التي ستضاف في 2025. وقبل بداية الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. حزم كثيرة جدا يا صديقي سوف تنتهي قريبا، والجميع يسأل عن أنواع الأساطير التي ستنزل في أي فوتبول 2025. لكن تعال نبدأ بالحزم، سواء كانت حزم ميسي القديمة أو حزمة المنتخبات أو حتى حزمة بيريز التي نزلت مؤخرا، كل هذا سوف ينتهي بعد 10 أيام فقط يا صديقي. تستمر معانا حزمتين فقط للمدربين ديلا فوينتي وستوكوفيتش. وطبعا يا صديقي حاليا الناس كثيرا تسأل عن ماذا سوف يحصل بعد 10 أيام، لكن مازال الوقت على نزول هي فوتبول 2025. التاريخ المتوقع او تحديد هو يوم 12/9، حوالي 25 او 26 يوما تقريبا. فنحن يا صديقي الان موضوع الحزم اكثر من احتمال. الاحتمال الاول معنا ان كونامي تحذف الحزم بعد 10 ايام، وقد لا تقوم بتنزيل اي حزمة بتاتا جديدة مكان التي نزلت، وقد لا تقوم بتنزيل اي حزمة جديدة مكانها حتى نزول التحديث اي فوتبول 2025. قد نرى حزم جديدة. اما بالنسبة للاحتمال الثاني، تقوم كونامي بتمديد المدة الى 15 يوما زيادة للانتهاء مع وقت تنزيل او التحديد الكبير في اي فوتبول 2025. اما الاحتمال الاخير الثالث، وان كونامي تفاجئ الجميع بعد 10 ايام وتحذف الحزم التي ستنتهي وتنزل الحزم الجديدة، وقد نرى نسبة كبيرة حزم الاندية الشركة مثل برشلونة وارسنال وبايرن ميونخ. من الممكن يعني اضافة بطاقات بيك تايم لأنسو فاتي مثل انطوان غريزمان، يعني الموسم الذي كان يعني قدم فيه موسم جيد قد تصل البطاقة الى 104، وكذلك مع نادي بايرن ميونخ مع توماس مولر، وكذلك ايضا مانشستر يونايتد مع المهاجم مارسيال، وانتر ميلان مع مختريان، وميلان مع بيك تايم بطاقة بيك تايم للظهير كالابريا، واخيرا للارسنال. لكن الارسنال الامر مجهول، من المتوقع ان يأتي الحارس رامزديل. وكل هذه البطاقات ستأتي بطاقات مرعبة وكبيرة جدا، وليس معروف حتى الآن إن كان سينزلون المدربين مع هذه الحزم أم لا، لكن بنسبة كبيرة لن نرى المدربين في هذه الحزم. أما بعد نزول بيس 2025 بخصوص بطاقات الجوت، بحاجة مهمة جدا سوف نرى سوف ينزلون معنا في اي فوتبول 2025، وليس متوقع انهم سينزلون بعد التحديث في بداية 2025، لكن من ضمن مخططات كونامي. ومن الممكن ايضا ان يأتون في منتصف اللعبة او في شهر 2 أو 3 مثلا، او في اخر اللعبة في اي فوتبول 2025، وهذا متوقع ووارد جدا. وقد نشهد ايضا بطاقات ثنائي البوستر، وغالبا ستكون ببعض الشروط او لاستخدام البوستر الثاني، مثلا ان يكون مجموعة من اللاعبين في فريق ما او في منتخب ما يعني معين. وهذه هي توقعات للبطاقة في اي فوتبول 2025. ولا تنسى ان تذكر لي ما رأيك في البطاقات التي ستأتي بثنائي بالنسبة لهذا كل ما عندي. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو إن أعجبكم، ومشاركة مع أصدقائكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.